في أعماق بحر من نعم الله الإلهية، يجب أن تعلم أن المرض ليس ابتلاء، والعافية ليست مكافأة، وكذلك الفقر ليس ابتلاء، والغنى ليس مكافأة، إنما الأمر متعلق بك أنت من أوله لآخره. ستدرك أن من أصابه المرض كمن شملته العافية، ومن عاش يوما كمن عاش دهرا، وأن الأمر كله ساعة تمر، فمن شكر أجر، ومن صبر جبر، ومن ضج وضجر خسر، وكان كمن عمل بلا أجر وتعب بلا راحة. اعلموا أنها أقدار في يد قدير، ومن رضي بها فقد أحسن الاختيار والتدبير. وعندما يسألك أحد عن حالك وترد الحمد لله، لا ترد بانكسار، لا تجعل الحمد لله دليل ألم. اعرف من هو الله وافهم ما هو الحمد. قل الحمد لله وأنت مبتسم وأنت متيقن بها. احمد الله على كل ما أنت فيه بصدق وثقة بالله عز وجل. السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. علامة من علامات الساعة أخبر بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ظهور الكاسيات العاريات. أخبر النبي الكريم أنه مع اقتراب الساعة سينتشر التبرج والسفور، وستخرج نساء يظهرن بألبسة ضيقة تصف أجسادهن، ويظهرن بألبسة شفافة تظهر عوراتهن، فهن كاسيات من حيث الظاهر، إلا أنهن عاريات بسبب ضيق لباسهن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخبر النبي الكريم أن من علامات الساعة أيضا ظهور الفحش، وهو عند المسلمين التساهل باللباس العاري والكلام بالألفاظ القبيحة والسباب واللعان، حيث قال النبي محمد: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش، ولعن آخر هذه الأمة أولها. كذلك شرب الخمر وتسميته بأسماء أخرى، ويصبح شربها علنا على الملأ كما نراها في أيامنا هذه من ظهور البارات والخمارات في البلاد الإسلامية، ويكثر الراقصات والمغنيات والألوان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يقصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الزنا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المهاجرين يوما فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر منها: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهن. وإذا انتشر الزنا قصر فيه أولاد الزنا، وإذا انتشر أولاد الزنا كان ذلك مؤذنا بنزول العقوبة. اللهم